أنا مع بعضها. هستأذن حضرتك، هطلب كده الأستاذ عبد الحميد الدمرداش، تمام وهو رئيس المجلس التصدير أستاذنا. للحاصلات البستانية طبعا وعضو لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي في طبعا يا البرلمان، فندم. يعني هذا الرجل له مسؤوليتان، فأنا هطلبه علشان بس أسأله عن الأزمة حدودها إيه وهل اقترب حلها ولا مفيش أمل. هستأذنكم أطلبه مباشر كده على التليفون. اتفضل حضرتك يا فندم. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيادة النائب، من فضلك أنا بسجل حلقة عن أزمة تصدير البصل للسعودية من الكردي معقل زراعات البصل في الدقهلية، ومعايا أحد المصدرين الكبار متضرر من الأزمة، وهيبقى معايا عدد من المزارعين اللي اتضرروا بالفعل من وقف أو من حظر دخول البصل مؤقتا إلى السعودية. كنت عاوز أسأل حضرتك بصفتك بالصفتين، أولا نائب الشعب وعضو لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي في البرلمان، والصفة الأساسية أو المتخصصة أكتر أو الفنية أكتر، وهي رئيس المجلس التصدير للحاصلات البستانية. يا ترى إيه اللي حضرتك شخصيا أو إيه اللي عملته لجنة الزراعة والري في البرلمان أو المجلس التصديري حيال هذه الأزمة؟ بص حضرتك، هو عشان حضرتك برضه يبقى عارفين، للأسف الشديد إحنا عرفنا كل هذا الكلام سواء احنا او الدكتور احمد العطار اللي هو رئيس الحجر الزراعي، عرفناه عن طريق الموقع الالكتروني بتاع وزاره البيئه والمياه والزراعه السعوديه. يعني لم يتم اختاركم رسميا بيه؟ لا، حتى اليوم لحد امبارح، اول امبارح وانا بتكلم بسال الدكتور احمد، قال لي لحد دلوقتي لم يتم الاختار، ولكن بعض الاتصالات يعني الشخصيه اكدوا ان ده فعلا تم حظر البصل. يعني ولكن احنا لو رجعنا لهذا الموضوع او للمشاكل اللي كانت من السعوديه في فترات سابقه من محاصيل اخرى، احنا كنا رحنا مع الدكتور احمد وكان معانا ممثل كتبت السنه تقريبا، رحنا قابلنا الجهات السعوديه المختلفه او وزاره الزراعه او البيئه والمياه والزراعه هناك، وكان تم اتفاق كده على اساس في بعض الامور مهمه جدا. اول حاجه المفروض عاده كل الاختارات اللي بتيجي بتتم عن طريق الخارجيه، ودي بتاخد لها من 3 ل 4 اشهر عشان توصل. نعم. ليه؟ لان وزير الزراعه بيشوف مخالفه مثلا بيبعتها الى وزير الخارجيه السعودي، وزير الخارجيه السعودي بيبعتها الى السفير السعودي في مصر، وزير السعودي في مصر بيبعتها الى وزير الخارجيه بتاعنا في مصر، وزير الخارجيه بعتها لوزير الزراعه، وزير الزراعه بعتها، يعني قصه بتاخد 4 شهور. لفه طويله جدا جدا. فاتفقنا ان احنا يبعتوا الرسم زي ما هم عايزين، ولكن لابد من الاختيار الحجر الزراعي وهو حلقه الوصل في هذه العمليات بالفاكس يا فندم او بالايميل، بالفاكس او بالايميل على ما الدوره الرسميه تاخد وقتها. بالظبط كده. للاسف الشديد ان هذا لم يحدث، وكنا برضو قلنا لهم يا اخواننا بدل ما توقفوا البلد كلها عشان محصول واحد من واحد ولا 100 مخلصين، وقفوا المصدر، لان كل البلاد العالم اوروبا والكلام ده كله بيحصل هذا الكلام تقريبا، يعني زائد ان هو في بعض البلاد بتزود نسبه الفحص على مصر كلها، لكن ما فيش حد بيحظر نهائيا كل المحصول للبلد بشكل بهذا الشكل يعني. فالحقيقه وبعدين انا برضو اتكلمت مع تناقشنا كتير مع الدكتور احمد، وهو راجل محترم جدا الحقيقه، في هذه العمليات. قلت له يا دكتور احمد، انا عندي فكره ان البصل ده بالذات بيبقى صعب جدا عمليه الوجود او ظهور بتبقيات مبيدات فيه. يا فندم مش صعب، انا بصفتي مهندس زراعي وراجل كيميائي وبفهم في الكيمياء، مش صعب، انا بقول مستحيل يكون في البصل الناشف ده اي متبقيات مبيدات. بص، وده حقيقه قالهالي بطريقه يعني زي يعني مش بالتاكيد ده، ولكن قال لي ان 3 حالات جت لنا من سنه 2002 على البصل، لان لم يتم شكوى من اي جهه من الجهات في العالم كله ان البصل فيه مبيدات او متبقيات المبيدات، يعني غير الفراوله وغير مثلا الفلفل وغير في بعض الحاجات الاخرى. نعم. وبالتالي احنا حقيقه اتعجبنا، وقال حتى الحالات اللي كانت حصلت لنا كان من البصل الاخضر، 3 حالات اللي هم القدام دول، ده كلام لان البصل الاخضر فريش ولسه فيه الخليه فيها ميه والعصاره موجوده في النبات عادي. بالظبط كده. فقال هو 3 حالات، يعني هي الحقيقه يعني طبعا كلنا عليهم حق الجماعه بتوع البصل ان هم يعني يغضبوا ويزعلوا، يعني لهم كل الحق. وبعدين احنا كنا برضو اتكلمنا مع السعوديه، احنا صحيح بنصدر لهم بقى لهم 30 سنه،
وبعدين من سنتين ولا سنة ونص بدأ ان هو يهتموا بهذا الكلام، وده كحقهم لحماية صحة المواطنين هناك او الاجانب اللي عندهم هناك، دي حاجة مش بتاعتنا. ولكن لابد يكون في نوع من التنسيق الكامل ما بين الوزارتين بشكل فعال، بحيث انك تقدر تعرف بالضبط، حتى نقدر احنا نعاقب المخالف. وفي قوانين بتمنح للجهات المصرية ان هي بتوقف الراجل المخالف لحد التحقيق معاه ونعرف ايه هو السبب وكلام من ده. يا فندم بعد اذن حضرتك، دي علاقات دولية وده شغل دولة وليس شغل شركات او افراد، وحضرتك عارف نظام التبعية. يعني النهاردة دولة زي المملكة العربية السعودية بثقلها في منطقة الخليج والمنطقة العربية، لما تيجي تحظر سلعة وتنشر على طول بعض الشركات ممكن تقول لك بالتبعية، ومثل ما حدث في المملكة العربية السعودية احنا كمان هنحظر وهنوقف. لا ده في بعض اللي هي بتسيء الى السمعة، دايما يقول لك لازم اما بتنشر هذا الكلام بعض البلاد الاخرى تقول لك هو في ايه، يعني ايه الحكاية، وشغلانة كبيرة يعني. طب كيف يتم رد الاعتبار من وجهة نظر عربية شقيقة، واحنا النهارده بتربطنا بالمملكة العربية السعودية علاقات تجارية واقتصادية وسياسية على المستوى الرئاسي نفسه؟ لا ده اكيد، وهم ناس الحقيقة حتى بتوع الوزارة وكيل الوزارة واخرين ناس محترمين جدا، بس يبدو ان في حاجة، يعني حاجة حصل انا احنا مش فاهمين لحد دلوقتي. وبالتالي انا بناشد السيد معالي وزير الزراعة ان هو يدعو وزير الزراعة السعودي ومجموعة فنية معاه، او ينتقل وزير الزراعة المصري الى السعودية مع وفد فني معاه عشان يتم مناقشة وحل هذا الموضوع. يا فندم انا عندي كيس مسجلة، معرفش هي غلط ولا صح، حضرتك اللي تصححها. كان حصل ازمة تصدير بصل هندي الى المملكة العربية السعودية، قيل أن رئيس مجلس الوزراء الهندي نفسه طلع على السعودية في خلال بعد الحظر بساعة، كان بطيارة خاصة في السعودية ووصل وحل الأزمة. أزمة البصل المصري يا فندم ده اقتصاد قومي كبير جدا، وأزمة فلاحين ومجتمع يعني أزمة مجتمعية لأكثر من 3-4 مليون فلاح في مصر عايشين ومعيشين البلد على اقتصادنا اللي جاي من الزراعة. فكيف يتم التهميش بهذا المستوى؟ يعني هو اكيد غير مقصود، واعتقد ان وزير الزراعه يعني مش هيسيب الموضوع ده، واكيد هو هيعمل اتصالاته باسرع وقت ممكن علشان، واعتقد ان هو ارسل خطاب الى السيد وزير الزراعه السعودي. ولكن طبعا هو يعني انا اتعشم ان هو يقوم بدعوه الوزير السعودي، او هو لو قدر ان هو يطلع يشوف هذا الموضوع بجديه، لان انا قلقان من حاجه واحده. انا قلقان مش بس بقى تم الحظر على البصل بهذا الشكل وبدون اختراط وبدون علم اي جهات، ولم يتم النقاش او مين المخالف، حتى مين المخالفين وقدوا ايه والمبيد ايه ونسبه المبيد قد ايه. لان زي واحنا برضو كنا اقترحنا عليهم يا محمود بيه، ان هو زي اوروبا كلها، الاتحاد الاوروبي عامل حاجه موقع عندهم كل يوم بيطلع لك المخالفات اللي في العالم كله، يعني مصر كل البلاد الاخرى، يعني كل البلاد اللي في العالم يقول لك مصر مثلا عندها مخالفه في الطماطم دي، مين اللي مخالف واسم الشركه والمبيد كان ايه ونظام التتبع. نظام التتبع ده موقع رسمي هناك. نعم. والحقيقه يعني هو طبعا معالي الوزير برضه بيقوم دلوقتي او هتبتدي الوزاره بعمليه تكويت كل المزارع او كل بتاع اللي عايزه تصدر، عشان يعني بدايه لعمليه التتبع. العالم كله دلوقتي شغال في حته التتبع، عايزين يعرفوا الزواء بضاعه نزلت السوق المحلي او نزلت او راحت للتصدير من اي مزرعه. نعم. لا أحد يا عبد الحميد بيقف ضد النظام وضد التحضر وضد مصلحة المستهلك سواء عربي أو أجنبي، وكل ما تنتجه مصر من حاصلات بستانية زراعية تؤكل، لديها مسؤوليات إنسانية تجاه أي مستهلك في دول العالم، ولسنا ضد النظام. لكن أنا من هذا المنبر وبسمع حضرتك وبقولها ولا أخشى، حينما يصدر القرار من موظف في الجمارك على موقع غير مشهور، انا بقول ان دي استهانة باقتصاد دولة. لا يا فندم، هو موقع بتاع وزارة البيئة والزراعة والمية. طيب وانا هل انا مطالب باننا كل يوم اراجع موقع وزارة الزراعة في وزارة الزراعة، ولا اراجع موقع متخصص
في الفيلد ده. هو طبعا المفروض هم الحقيقه اللي جماعه من وزاره الزراعه السعودي لابد انها تخطر الحجر الزراعي المصري كما يعني زي اي دوله يعني، ويتم المناقشه ويبقى في نوع من يعني هي في حته لازم نكسرها بالعلاقات الثنائيه الجيده في المجال الزراعي طبعا ما بيننا وبينهم. يعني هم ناس طبعا السعوديه مهمه جدا بالنسبه لنا، وبنديلها من اكثر البلاد اللي هي بتاخد مننا حاصلات زراعيه، وعلاقتنا بيها طيبه، وعلى راي زي ما حضرتك قلت كده على مستوى الرئاسي والحكومي علاقات طيبه جدا. لكن دي حتى نقطه اعتقد ان هي بمكالمه تليفونيه او بعلاقات بتاع ده ممكن تتحل في ثانيه يعني. انا اتمنى من المعالي الوزير ان هو يقوم بالاتصال او بدعوه الوزير البيئه والمياه والزراعه السعودي لزياره مصر مع وفد فني لبحث كل هذه المواضيع. انا ثقتي الكامله في معالي الوزير الاستاذ الدكتور عز الدين ابو ستيت، وانا قلت من هذا المنبر قبل كده كتير من القناه، قلت ان هذا الرجل معروف عنه انه يمد يده في عش الدبابير مباشره. يعني انا قلت التعبير ده عنه كتير، وانا اهيب به واثق في انه قادر على حل المشكله بسرعه شديده جدا من خلال تليفون او من خلال زياره، واظن ان الجانب السعودي لن يتعنت ابدا في دراسه الموضوع من جانب فني. انا بشكر معاليك يا عبد الحميد بيه، بس كنت عاوز اعرف المجلس عمل ايه. لا المجلس طبعا بالاتصالات مباشره مع الجماعه مع الوزير بصفه مستمره، وارسلنا خطابات له، وهو الحقيقه كان مسافر الفتره اللي فاتت دي، وانا عندي مع يعني المفروض ان انا اقابله في اقرب فرصه ان شاء الله، ولكن هو الحقيقه بيهتم مش محتاج اي حاجه يعني نقدر نعملها، ولكن احنا حاولنا نتصل بالجانب السعودي او عن طريق برضه الدكتور العطله اللي جهه الرسميه الوحيده اللي تقدر تتصل هي يا اما وزاره الزراعه او وزاره الخارجيه، لكن احنا كمجلس توجيهي طبعا ما لناش اي حق او اي يعني بشكل رسمي في المخاطبه هؤلاء الناس الا بشكل ودي يعني. انا هحاول ان شاء الله هحاول أطلب الدكتور أحمد كمال العطار أيضا، أنا حاولت أطلبه مرتين قبل التسجيل لكن معرفش مردش، يمكن يكون مشغول. أنا بناشد بس بقى كل المزارعين المصريين للدول العربية وغير الدول العربية. نعم. الأمور اختلفت يا فندم تماما وعن 10 سنين وعن 5 سنين. نعم. الدول دلوقتي بتهتم اهتمام شديد جدا بعملية متبقيات المنتجات، هي دلوقتي الحته المهمه جدا، ده غير طبعا الشائعات بتاع ميه المجاري وميه الكلام من دي، اشاعات بقى في بعض الدول برضو العربيه بالذات، في بعض الناس مغرضين بيحاولوا ان هو يسوقوا سمعه الحصوات الزراعيه، وبالتالي انا بناشد بس الجماعه اللي هم بيصدروا او الجماعه المزارع، يا اخوانا العمليه ما بقتش انك تزرع فقط لا غير، العمليه بقت تعرف بالظبط بترش امتى وبتتبع امتى، هي دي برضو الفرص. نعم. يعني بقت العملية خلاص بقت حساسة جدا يعني، ومحدش بيفوت حاجة دلوقتي، كله عم معامل وكله عمل يعني، وكل التفاصيل بقت واضحة جدا، فأنا بناشد المزارع الصغير والكبير مش هيقدر يكمل ومش محدش هيقدر ياخد منه. وأنا أضم صوتي لصوت حضرتك، لكن في موضوع البصل بالذات الكل يتساوى، لأنه لا متبقيات مبيدات في البصل بعد 21 يوم اللي هو بيقضيهم بره بعد الحصاد قبل ما يدخل تحت الفرشة الخفيفة، وثلاث شهور خفيفة ثم يدخل تحت الفرشة التقيلة ثلاث شهور تانية إلى أن ينتهي موسم تصدير البصل. بشكر معاليك يا عبد الحميد بيه، وإن شاء الله على موعد في الاستديو إن شاء الله. أشكر حضرتك يا فندم، شكرا جزيلا، شكرا.